السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنحل التدريبات يونت 1 الوحدة الأولى من كتاب جيم ترم أول 2024. يلا بينا نبدأ. Let's get started. يونت 1 الوحدة الأولى بعنوان Coming Home. Coming Home يعني العودة للبيت. هنبدأ من بيج نمبر 13 صفحة رقم 13. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. I live in a of flats in Cairo. أنا بعيش في عمارة سكنية في القاهرة. طب عندي هنا black يعني أسود، block يعني عمارة سكنية، house منزل، وplug يعني مدونة إلكترونية. طبعا فأنا هختار إيه؟ block أو flats. Number 2. My favorite is English. مادتي الدراسية المفضلة هي اللغة الإنجليزية. هنا عندي sport رياضة، music موسيقى، singer مغني، وsubject مادة دراسية، يبقى my favorite subject مادتي الدراسية المفضلة هي اللغة الإنجليزية. Number 3. Would you like to your friends in your free time؟ يعني هل تود ان انت تراسل اصدقائك برسائل نصية في وقت فراغك؟ يبقى would you like to text. Text يعني يراسل برسائل نصية. Number 4. This boy doesn't have a room. هذا الولد ليس لديه غرفة. But he can, لكن يمكنه the room with me. ان هو يتشارك معي الغرفة، يبقى يشارك يعني share. Number 5. I my homework and read my books on the sofa. يعني أنا بقوم بعمل واجبي وبقرأ على الكنبة. يبقى I do my homework. Do my homework يعني بقوم بعمل الواجب المنزلي. Number 6. It takes me 20 minutes to work. يعني تستغرق مني 20 دقيقة لكي أصل للعمل. يبقى get to work. يصل إلى. تستغرق مني 20 دقيقة للوصول للعمل. Number 7. As this is an online diary. مدونة عبر الإنترنت. دي اسمها إيه؟ مدونة إلكترونية اللي هي البلوك. Number 8. Space break في الفسحة. I have some sandwiches. أنا بتناول بعض السندوتشات. And talk to my friends. وبتحدث مع أصدقائي في الفسحة اسمها ad break. Number 9. Reading is the most important and famous aid that people can enjoy a lot. يعني عايزين نقول ان القراءة هي الهواية الاكثر اهمية ومشهورة طبعا والاكثر شهرة، الناس بتستمتع بيها جدا. طيب هواية يعني hobby. Number 10. How do you like to aid your time in the holidays؟ يعني ازاي انت بتحب تقضي وقتك في الاجازات؟ يقضي وقت اسمها اسمها spend your time يعني تقضي وقتك. طيب number 11. May has a great in music. May لديها اهتمام رائع او عظيم بالموسيقى. اهتمام يعني interest. Number 12. I always get at 6:30 in the morning. يعني انا دايما بستيقظ في الساعة 6:30 في الصباح. يستيقظ اسمها get up. طب يستيقظ. قلبنا الصفحة بيج نمبر 14. سؤال تشوز برضو اختيارات. Ali has an important day today for the new job. علي عنده النهاردة مقابلة شخصية مهمة للوظيفة الجديدة. مقابلة شخصية يعني interview. Number 2. What do you do in your بتعمل في your free time في وقت فراغك. Number 3. Do you hot or cold drinks؟ هل انت بتفضل المشروبات الساخنة ولا الباردة؟ يفضل يعني prefer. Number 4. I always get up at 6 o'clock. انا دايما بستيقظ في الساعة 6. I have my breakfast. انا بفطر، بتناول طعام الافطار بتاعي. And go to school. وبذهب للمدرسة. This is my daily routine. يعني ده نظام الحياة اليومي بتاعي. Daily routine. Number 5. Come تعالى and sit on this وقعد على ديت. Four people can sit on it. في أربع أشخاص ممكن يقعد عليها. دي طبعا الكنبة. الكنبة يعني صوفة. Number 6. I go to my room. أنا بذهب لغرفتي and play computer games. وبلعب ألعاب الكمبيوتر. It's really إنها حقا حاجة ممتعة. يبقى fun.
Number 7 every day كل يوم my father buys بابا بيشتري 14 loaves 14 رغيف من الخبز of a from the bakers من محل الخباز اسمها loaves of bread يعني رغيفة خبز. Number 8 I bought two shirts انا اشتريت تيشرتين of a colors one of them is white واحد منهم لونه ابيض and the other is blue والتاني لونه ازرق انا اشتريت ايه لونين مختلفين يبقى different colors different يعني مختلف. Number 9 I usually see many shops انا عادة بشوف الكثير من المحلات in my way to school في طريقي للمدرسة on my way to school. Number 10 Mom is really tired today ماما حقا متعبة اليوم I will help her سوف أساعدها a dinner في إعداد طعام العشاء يبقى make dinner يعد العشاء make dinner. Number 11 My father أبي usually a home early to catch the first train يعني بابا عادة بيغادر البيت مبكرا عشان يلحق بأول إيه قطار طب يغادر يعني leaves. Number 12 I sometimes and أحيانا eat chess in the evening أنا أحيانا بلعب شطرنج في المساء يبقى اسمها play chess يلعب شطرنج play chess. في بيج نمبر 15 في صفحة رقم 15 في درس جرامر عن the present simple tense زمن المضارع البسيط وزمن المضارع البسيط زي ما احنا عارفين من سنة 5 هو بيستخدم للتعبير عن العادات والحقائق حاجة أنا متعود أعملها دايما أو حقيقة علمية. طب بيتكون من إيه؟ بيتكون من الفعل في المصدر مع I أنا ويو أنت أو أنتم وي نحن وزي هم أو أي اسم جمع. يعني أجيب الفعل في المصدر زي هنا I play football at the club. أنا بلعب كرة قدم في النادي. مع إيه؟ مع I جبت الفعل في المصدر. طب لو كان في هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد في الحالة ديت وأضيف إس أو إي إس أو أي إي إس للفعل. يعني أنا أقول إيه؟ بدل ما أقول she play لا ما ينفعش أقول إيه she plays tennis every week هي بتلعب تنس كل أسبوع. وفي النيجاتيف في النفي بستخدم مع I أنا ويو أنت أو أنتم وي نحن زي هم أو أي اسم جمع بستخدم don't. Don't will إيه؟ والفعل في المصدر أقول I don't play football at the club. أنا لا ألعب كرة القدم في النادي. مع هي وشو إت أو أي اسم مفرد بجيب doesn't والفعل في المصدر عشان أقول أنا ما بعملش الحاجة دي أو هي ما بتعملش الحاجة دي أقول she doesn't play tennis every week هي مش بتلعب تنس كل أسبوع. في الصفحة اللي وراها جايب لي الكلمات الدالة بقى على زمن المضارع البسيط وهي إحنا بنسميها ظروف التكرار زي كلمة always دائما يعني أنت بتعمل حاجة دي بنسبة 100% عادة usually بتعمل الشيء ده بنسبة من 70-80% غالبا often بتعمل الشيء ده بنسبة 60-70% أحيانا sometimes يعني ساعات بتعمل الشيء ده أو ما بتعملوش بنسبة يعني 50% وممكن تقول أنا ببروحش المكان ده ببروحش مثلا النادي ده خالص اسمها إيه أبدا أبدا يعني never بما بتعملش الحاجة دي خالص بنسبة 0% يعني تقول never يبقى ظروف التكرار always و usually و often sometimes never. طب هنا في امثله مثلا نقول I always get up at 11 o'clock انا دايما بستيقظ الساعه 11:00 سالي never has coffee for breakfast يعني سالي ما تشربش ابدا قهوه على الفطار. هنا بيقول لك لاحظ نستخدم ظروف التكرار اللي احنا لسه شايفينها فوق ديت قبل الفعل الاساسي يعني مثلا لو عندي فعل اساسي زي play listen eat ياكل run يجري في الحاله دي بجيب الفعل الاساسي دوت بعد ظرف التكرار اللي هو بعد usually و often و sometimes اجيب بعدين الفعل الاساسي اقول he usually listens to music on his way to school هو عادة بيستمع موسيقى في طريقه للمدرسة شوفوا lessons هنا تمام فعل اساسي فجيب بعد ظرف التكرار usually. طيب كمان يمكن استخدام sometimes في بداية الجملة sometimes ممكن اجيبها في الاول بمعنى احيانا و listen to music احيانا بنستمع الموسيقى. طيب كمان بيتم استخدام ظروف التكرار مع am و is و are اللي هي verb to be يعني بس في الحالة دي أنا بجيب am أو is و are قبل ظرف التكرار يعني أجيبه قبل always و قبل usually و قبل often يعني مثلا أقول هنا إيه زي are usually late هم عادة بيكونوا متأخرين بصوا كده أدي usually إحنا قلنا دايما ظروف التكرار يجي بعدها فعل الأساسي طب هنا ما فيش فعل أساسي في verb to be في are يبقى أجيبها قبليها.
مونا is always clever. مونا دايما ماهرة. تمام؟ اهو ادي فيه هنا verb to be is. تمام كده؟ بمعنى تكون. جبتها قبل الفعل قبل ظرف التكرار اللي هو always. تمام؟ يبقى لو في فعل اساسي اجيبه بعدها. لو في am او is or يبقى اجيبها ايه قبلها. كمان قال لك لو حبيت تسأل عن كم عدد المرات بتسأل بهاو اوفن. اهو اوفن يعني كم عدد المرات. هنا بنقول how often does نادر walk to school. كم عدد المرات اللي نادر بيمشي فيها للمدرسة؟ نقول مثلا he always walks to school. هو دايما بيمشي للمدرسة. طب نطبق بقى على درس الجرامر اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي عن البريزنت سيمبل المضارع البسيط في بيج نمبر 18 صفحة رقم 18. He ate to school every day. هو بيذهب للمدرسة كل يوم. تمام؟ طبعا كلمة every day برضك من الكلمات الدالة على المضارع البسيط. تمام؟ طب مع he وshe وit احنا قلنا بنحط s او es او is. طبعا go بتنتهي ب o يبقى في الاخر احط es مع he. يبقى نقول he goes to school. هو بيروح المدرسة every day كل يوم. Number 2 سمير A plays football in the street. سمير ما بيلعبش ابدا كرة قدم في الشارع. يبقى سمير never plays. طب في واحد ممكن يقول طب ما انا ممكن استخدم doesn't بمعنى ان هو مش بيلعب برضو. doesn't في لازم يجي بعدها فعل في المصدر ما يكونش في الاس ده. يعني لو كان سمير وعايز اختار doesn't كان هنا هتبقى في play. سمير doesn't play. لكن طالما في play يبقى اجيب ظرف من ظروف التكرار زي ايه اللي هو never ابدا. Number 3 why are you. لماذا انت. بعد am و is و are بيجي الفعل في ing. يبقى why are you laughing. ليه انت بتضحك. Number 4 a do you play tennis like twice a week. يعني كم عدد المرات اللي انت بتلعب فيها تنس مرتين في الاسبوع. كم عدد المرات يعني how often. دايما how often كم عدد المرات ممكن نجاوب عليها ب once مرة واحدة twice three times ثلاث مرات وهكذا. Number 5 ايه you go to the museum last week. هل انت ذهبت الى المتحف الاسبوع الماضي. طب الكلام هنا في الماضي الماضي البسيط عشان في last يعني الماضي دي من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. لما اجي اسأل في الماضي البسيط بفعل مساعد بسأل ب did. يبقى did هنقول هنا did you go to the museum last week. هل ذهبت للمتحف الاسبوع الماضي. Number 6 on Saturday في يوم السبت I usually eat time with my cousins. انا عاده بقضي وقتي مع ايه مع اولاد عمي. طب يقضي وقت اسمها spend. I usually spend. مريم doesn't play basketball well. مريم مش بتلعب باسكتبول بشكل جيد. مريم قلنا بعد doesn't بيجي الايه الفعل في الايه في المصدر من غير اي اضافات يبقى doesn't play. ما بتلعبش كره سله بشكل جيد. Number 8 Ali eats fish. He doesn't like it at all. علي مش بياكل ابدا سمك ما بيحبوش خالص السمك ده. يبقى علي ها هنقول ايه بقى doesn't ولا never. لو كان هنا الفعل في المصدر كنت قلت doesn't لكن هنا الفعل متضاف له s يبقى في الحالة دي نقول ايه never eat fish مش بياكل ابدا سمك. Number 9 there is a holiday on Fridays. يعني يوجد اجازة دايما في يوم ايه في ايام الجمعة. طيب يبقى نقول there is always دائما بيكون فيه. احنا قلنا am و is و are بتيجي قبل ظرف التكرار. طيب بعد كده هنا عندي complete the sentences with the correct form. طبعا ده سؤال الجرامر سؤال التصحيح. Number 1 when do he arrive. يعني متى ها متى يصل. طب مع he و she و it ما ينفعش اسأل بدو بسأل في المضارع بdoes. يبقى بدل دو هنخليها ايه does. طيب number 2 on Fridays في ايام الجمعة we a not get up early it's a holiday. مش بنستيقظ مبكرين ده بتبقى اجازه. يبقى نقول ايه don't get احنا متعودين ما بنصحاش بدري. don't get up يبقى هنا نكتب don't get. طيب number 3 every day كل يوم she walk to school with her brother. كل يوم هي بتمشي مع اخوها للمدرسه. طيب هادي عاده every day دايما بتعمل كده. يبقى مع هي او شي او ات بحط اس في الفعل يبقى she walks. كم دوبك بس انا هزود الايه الاس في اخر الكلمه walks. طيب number 4 how often are you do a sport. كم عدد المرات اللي انت بتمارس فيها رياضه. يبقى how often هنقول ايه بقى do you do a sport. طيب number 5 the sun never rise at night. الشمس ابدا مش بتشرق في المساء. طبعا دي حقيقه علميه يبقى بستخدم زمن المضارع البسيط
وعندي هنا the sun يعني it غير عاقل. في الحالة دي بضيف s في الفعل الأساسي، يبقى عندي بدل rise هحط لها s في الآخر يبقى rises. طيب number 6، how be your day yesterday؟ كيف كان حال يومك بالأمس؟ وأول يا أولاد لما بلاقي بي دي بعرف إنها لو كان الكلام في المضارع بحط بدلها am أو is أو are، لو كان الكلام في الماضي بحط was أو were. طب هنا yesterday بالأمس الكلام في الماضي، واليوم ده مفرد، كيف كان حال يومك بالأمس؟ يبقى نقول how was، كيف كان. الصفحة اللي بعد كده، حسام doesn't إيه in جيزة، حسام مش بيعيش في الجيزة، بعد doesn't هيجي فعل في المصدر يبقى نقول doesn't live. Number two، children always eat a lot of water، الأطفال عادة بتشرب الكثير من الماء، الأطفال جمع يبقى نقول إيه drink. Number three، my sister أختي a polite and clever، أختي بتكون دايما مهذبة وماهرة، يبقى إيه هنقول إيه، هنجيب الفعل الإيه اللي هو verb to be قبل ظرف التكرار، يبقى نقول إيه is always. Number four، does he eat to music، هل هو بيستمع الموسيقى، بعد does هي الفعل في المصدر يبقى does he listen، استمع. Number five، space do you do in your free time، يعني ماذا تفعل في وقت فراغك، ما أو ماذا يعني what. هنا عندي where أين، who من، how كيف. Number six، I eat to an art class once a week، يعني أنا بذهب لحصة رسم مرة كل أسبوع، تمام؟ باخد درس رسم مرة كل أسبوع، يبقى نقول هنا إيه I go. طيب بعد كده number 7، sometimes أحيانا we eat to music، أحيانا بنستمع للموسيقى، يبقى sometimes we listen. مادام في sometimes من الكلمات الدالة على المضارع البسيط مع we بجيب الفعل في المصدر بعدها. طيب number 8، رانا بتكلم سما بتقول لها ايه do you play the piano، فقالت I play it well، يعني انا بعزف على البيانو بشكل جيد، يبقى هي تقول لها ايه كيف تعزفين على البيانو، يبقى تقول لها how do you play the piano، فقالت انا بعزف عليه بشكل جيد. number 9، in the evening في المساء I read on the sofa، انا بقرأ على الكنبة and a TV وبشاهد التلفزيون، ها and watch TV. number 10، students الطلبة ايه go to school on Fridays، الطلبة ما بتذهبش ابدا للمدرسة في ايام الجمعة، يبقى هنقول always دائما ولا often غالبا ولا usually عادة ولا never ابدا، ما بتروحش ابدا يبقى never. number 2، complete the sentences، اكمل الجمل، ده سؤال التصحيح سؤال الجرامر، عمر إيه never is late for school، عمر مش بيتأخر أبدا على المدرسة، مش بيكون متأخر أبدا. طبعا المفروض إن أنا verb to be يعني am أو is أو are بجيبهم قبل ظرف التكرار never، يبقى أقول إيه is never مش بيتأخر أبدا عن المدرسة. number 2، do you likes football، هل أنت بتحب كرة القدم، بعد do لازم يجي الفعل في المصدر من غير إضافات، يبقى نشيل الإس اللي في likes دي تبقى like بس. number 3، she gets up early، يعني هي بتستيقظ مبكرة and have breakfast، وتتناول إفطارها، مع he و she و it ما ينفعش أقول have بمعنى تتناول، أقول has، have دي بتيجي مع جميع الضمائر ما عدا he و she و it، عايز أقول بيتناول أو يملك مع he و she و it بقول has. طب number 4، I always drinking milk for breakfast، أنا دايما بتناول لبن على الفطار. طيب أنا عندي هنا ده دي عادة أنا بعملها وفي كلمة always، يبقى في الحالة دي هجيب بعد I الفعل في المصدر، يبقى شيل ال ing تبقى drink بس. طيب number 5، did Noah went home، هل نوها ذهبت للبيت؟ طبعا عندي الكلام ايه في الماضي لان انا بسأل بتد من الكلمات اللي بتدل على الايه الماضي اللي بسأل بيها في الماضي did، تمام، لازم يجي بعدها الفعل في الانفيرتيف في المصدر، يبقى المصدر بتاع went ذهب go، اوكي okay؟ يبقى did نوها go. number 6، ايه when do you go sailing، فقالك once a week، يعني كم عدد المرات اللي بتذهبوا فيها للإبحار، فقال مرة في الأسبوع، لسه قايلين كم عدد المرات ما اسمهاش وين متى، اسمها how often، كم عدد المرات how often، طبعا التي هنا سايلنت بقول often.
في بيج نمبر 20 في صفحه رقم 20 كومبليت ذا فولوينج دايلوج، اكمل المحادثه التاليه. ولما يجينا يا اولاد سؤال المحادثه انا لازم اقراه كاملا، خاصه راس السؤال عشان دوت بيبين لي المحادثه بتدور عن ايه، وبراعي زمن الكلام وبشوف مين بيكلم مين. طب هنا رامي is sharing his daily routine، رامي بيتشارك نظام حياته اليومي with رجب، مع صديقه رجب. فبيقول له هاي رجب، مرحبا يا رجب، how are you، كيف حالك؟ فقال له I am having a problem، انا عندي مشكله with my daily routine، في نظام حياتي اليومي. Can you share yours، ممكن تشارك معايا نظامك اليومي يعني with me؟ فهيقول له ايه؟ هيقول له مثلا بالتاكيد yes of course sure okay طبعا ايوه طبعا، مثلا يقول له yes of course، ممكن يقول له sure. Yes of course. قال له بعد كده what do you want to know، انت عايز تعرف ايه؟ فقال له when do you get up، انت بتستيقظ امتى؟ رد عليه بعد كده سأله سؤال، بعد كده قال له I have my breakfast at 7 a.m، انا بتناول افطار الساعه 7. بيفطر الساعه 7 يقول بيصحى مثلا الساعه 6 6 ونص تمام. فيقول مثلا اي، هو بيقول له انت بتستيقظ امتى؟ هيقول اي get up at مثلا 6 a.m، استيقظ الساعة 9 صباح. سأله سؤال تاني فقال له I have my breakfast at 7 a.m، أنا بفطر الساعة 7. يبقى هو هيقول له أنت بتفطر الساعة كام؟ طب ما أجي أسأل عن متى، بسأل عليها لا إما بوين لا إما بوات تايم. وين يعني متى، وبوات تايم يعني في أي وقت. مثلا هيقول له when do you have your breakfast، أنت بتفطر إمتى؟ بتتناول طعام فطارك إمتى؟ أو when do you have your breakfast. طيب بعد كده قال له انا بفطر الساعه 7. ساله سؤال تاني فقال له I go to school at 8 a.m، انا بذهب للمدرسه الساعه الايه الثامنه. فاقول له ايه؟ هقول له when do you go to school، متى تذهب للمدرسه، او what time do you go to school، when do you go to school. طيب بعد كده قال له حاجه فقال له it will help me، قال له سوف يساعدني يعني ذلك كثيرا. يبقى هيشكره بقى، هيقول له شكرا ان انت شاركتني نظام حياتك اليومي، فشكرا يعني thank you. Thank you، شكرا لك. في بيج 22 في صفحه رقم 22 في تدريبات على lessons 1 and 2 الدرس الاول والثاني. Number one, listen and choose the correct answer. استمع واختار الإجابة الصحيحة. سؤال الاستماع بيبقى موجود في نهاية الكتاب. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. My name is Ali. اسمي علي. I always get up early. أنا دايما بستيقظ مبكرا at 6:30 في السادسة والنص. I have my breakfast. أنا بتناول إفطاري. Get dressed. برتدي ملابسي. And go to school. وبذهب للمدرسة. I return home، أنا برجع للمنزل، بعود للمنزل at 3 o'clock الساعة الثالثة. I do my homework، بعمل واجبي. In the afternoon، بعد الظهر. After finishing my homework، بعد ما بخلص واجبي. I watch TV، بشاهد التلفزيون at about 7:30 في حوالي السابعة والنصف. طب أول سؤال، when does Ali come back home from school؟ يعني إمتى علي بيعود للبيت من المدرسة؟ at 3 o'clock في الساعة الثالثة. Number 2. When does he get up؟ متى يستيقظ؟ هو قال إن هو يستيقظ إيه؟ الساعة 6 ونص، يبقى very early يعني مبكرا جدا. Number 3. What does he do at 7:30؟ هو بيعمل إيه الساعة 7 ونصف؟ تمام؟ قال أنا بتفرج على التلفزيون الساعة 7 ونص، يبقى نقول إيه؟ he watches TV، بيشاهد التلفزيون. Number 4. When does he do his homework؟ بيعمل واجبه امتى؟ بعد الظهر. In the afternoon. Number 2. Complete the following dialogue. أكمل المحادثة التالية. Ola and Nada. Ola وندا are talking about Nada's daily routine. بيتكلموا عن نظام ندا اليومي. فعلا بتقول Hi Nada. مرحبا يا ندا. When do you usually get up؟ بتستيقظي عادة امتى؟ في أي وقت بقى؟ الصبح بدري مثلا هتقول الساعة 6 الساعة 7 مثلا، تقول I usually أنا عادة get up at مثلا 6 a.m. بستيقظ في الساعة السادسة.
سألتها سؤال فقالت لها my mom makes the breakfast for us. ماما بتعد لنا طعام الإفطار. يبقى هي هتقول لها إيه؟ من الذي يعد لكم طعام الإفطار؟ يبقى تقول إيه؟ هو يعني من makes the breakfast for you. قالت ماما اللي بتعد لنا طعام الافطار. سالتها سؤال تاني فقالت I go to school on foot. انا بذهب للمدرسه سيرا على الاقدام. It's near my house. انها بالقرب من منزلي. يبقى هي تقول لها كيف تذهبين للمدرسه؟ بسال عن كيفيه الذهاب بهاو. يبقى نقول هتقول لها ايه؟ هاو do you go to school. كيف تذهبين للمدرسة سيرا على الأقدام. قالت لها what is your favorite subject؟ ايه مادتك الدراسية المفضلة؟ وهنا مش مرتبطين بمادة دراسية، فممكن نكتب اي مادة دراسية. مثلا تقول my favorite subject is English. مادتي الدراسية المفضلة هي اللغة الإنجليزية. my favorite subject is English او اي مادة دراسية. طب what do you do after school؟ انت بتعملي ايه بعد المدرسة؟ مثلا ممكن تقول انا بعمل الواجب. I do my homework. I do my homework. Number 3, choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. There is no A at work. Every day is different. يعني مفيش نظام معين في العمل، كل يوم بيبقى شكله مختلف. طيب نظام اسمه أو نظام يومي اسمه روتين. طيب number 2, I prefer. أنا بفضل to A my friends. I don't phone them. أنا بفضل إن أنا أراسل أصدقائي رسائل نصية، مش بحب أتصل بيهم يعني. طيب يراسل برسائل نصية اسمها text. طب number 3, حسن forgot. حسن نسي his food طعامه. But we can eat our food with him. لكن احنا ممكن نتشارك معه الطعام. يبقى we can share. share يعني يتشارك. طيب number 4, my favorite A are math and English. مواد الدراسية المفضلة هي الرياضيات واللغة الإنجليزية. مواد دراسية يعني subjects. number 5, many people كثير من الناس eating homemade food. يعني بيفضلوا ان هم ياكلوا الطعام اللي معمول في البيت. يبقى many people prefer بيفضلوا eating اكل homemade food، الطعام المصنوع بالمنزل. الصفحة اللي بعد كده I went to the A to buy fresh bread. انا رحت اشتري منين خبز طازج؟ من البيكرز من المخبز، بوتشرز الجزار، جروسرز محل البقال، ولا كيميست الصيدلية؟ لا، هشتري العيش الطازج من البيكرز من المخبز. نمبر 7, my favorite A is reading adventure stories. يعني هوايتي المفضلة هي قراءة قصص المغامرات. my favorite hobby. نمبر 8, the weather is sunny in some places. يعني الطقس مش بيكون ابدا مشمس في بعض الاماكن. يبقى نقول ايه؟ is never. Number 9, how do you visit your grandparents? Like once a week. مرة في الأسبوع. طالما لقيت once a week twice a week كده، يبقى في الحالة دي السؤال كان بهاو أوفن، كم عدد المرات اللي بتزور فيها أجدادك؟ فقال لك مرة في الأسبوع. كم عدد المرات اسمها هاو أوفن. Number 10, did Ali to the shops yesterday? هل علي ذهب للمحلات بالأمس؟ طالما في did بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى did Ali go. هل ذهب علي؟ نمبر 4، سؤال الجرامر. فارمرز الفلاحين growing a lot of oranges along the river. يعني الفلاحين بيزرعوا الكثير من البرتقال بطول النهر. يبقى نقول فارمرز grow. طيب نمبر 2، how much do سامح weigh؟ يعني كم وزن سامح؟ he or she it في المضارع البسيط بسأل بـ does، ما اسألش بـ do. سامح ده هي، يبقى أقول إيه؟ does. يعني وزن سامح كام؟ طب نمبر 3، it usually is very hot in summer. يعني عادة بيكون الجو حار جدا في الصيف. المفروض إن أنا أجيب is قبل ظرف التكرار usually، يبقى نقول is usually. ها؟
عاده بيكون الطقس حر في الصيف. Number 4 is May like feeding the chickens. هل May يعني بتحب انها تطعم الدجاج؟ يبقى هنقول هنا هنسال ايه بدز. Does May, does May like, هل May تحب. Number 5 write a paragraph of 90 words on اكتب باراجراف من 90 كلمة عن what you usually do on holidays, ما الذي تفعله عادة في الأجازات. أنا عملت فيديو لكل أو أهم الباراجرافات والإيميلات اللي موجودة في الوحدة الأولى, هسيبه لكم في أول تعليق. تمام, الفيديو بتاع الباراجرافات بتاع الوحدة دي, أنا حلل ثلاث باراجرافات وإيميل اللي هم بتاع الوحدة دي, هتلاقوهم في أول تعليق أنا كاتبة الإيه اللينك بتاع الفيديو. بعد كده عندنا أسئلة الدرس الثالث والرابع, بيج نمبر 30, صفحة رقم 30. Living in the desert, الحياة في الصحراء, has a lot of, فيها الكثير من المغامرات. مغامرات يعني adventures. Number 2, I like to the chickens, أنا بحب أطعم الدجاجات. يبقى نقول I like to feed, feed يعني يطعم. طبعا عندي هنا eat يأكل, يعني واحد بيأكل بنفسه, لكن لو بيبس أطفال رضع أو animals حيوانات أو birds طيور, في الحالة دي أنا feed بأطعمهم. تمام, feed the chickens تطعم الدجاجات. Number 3, they bought a space house as their old one was very small. يعني هم اشتروا بيت large واسع لأن القديم ده كان صغير جدا. هنا عندي tiny يعني صغير جدا, bad سيء, funny مضحك, و large واسع. Number 4, he has no money, ليس لديه أي نقود. He is very, هو very awesome يعني رائع, ولا براود فخور, ولا ريتش غني, ولا بور فقير, معهوش فلوس يبقى very poor فقير جدا. Number 5, I sent my friend, انا ارسلت لي صديقي text message, رسالة نصية on his birthday, في عيد ميلاده. Number 6, the weather, الطقس was a, so we couldn't travel to Alexandria. الطقس كان سيء, كان terrible, ما قدرناش نسافر اسكندرية. هنا طبعا عندي صفات إيجابية, nice لطيف, wonderful رائع, fantastic مدهش, لكن هو بيقول لك احنا ما قدرناش نسافر اسكندرية, فالطقس كان فظيع أو سيء للغاية, terrible. Number 7, I have a or an A in reading short stories. أنا عندي اهتمام بقراءة القصص القصيرة, يبقى I have an interest. Number 8, the family don't know why some men take their father. يعني الأسرة ما كانتش عارفة ليه بعض الرجال أخذوا باباهم, اسمها take away, أخذوه إيه بعيدة. طيب Number 9, they are poor farmers, هم فلاحين فقراء. And live in a small A in Giza, وبيعيشوا في قرية صغيرة في الجيزة. قرية يعني village. هنا ليك بحيرة, prison sign, line خط, لا هنا village يعني قرية. Number 10, you must be careful, ينبغي ان انت تكون حريص. When you use the A, لما تستخدم A, it's very sharp, يعني انها حادة جدا. طبعا A عندنا هنا طبعا A السكينة, حادة جدا, يبقى انت خلي بالك وانت بتستخدمها, السكينة يعني knife. A or an, A is a large round fruit, يعني فاكهة كبيرة ومستديرة, with dark green skin, وليها جلد لونه أخضر غامق, and a lot of black seeds, وفيها بذور كتيرة لونها أسود. طبعا دي البطيخة الواتر ميلون. B, A, when you cut the tomatoes, يعني كن حذر أو حريص لما تقطع الطماطم, اسمها be careful, كن حذر. 31 صفحة 31, the opposite, عكس of attractive, كلمة جذاب is إيه؟ عكس كلمة جذاب كلمة قبيح, قبيح يعني ugly. Number 2, a space is a place, هو عبارة عن مكان, where people, حيث الناس go, بيذهبوا لهناك, when they do something wrong, لما يعملوا شيء خطأ. طبعا ده إيه؟ الهوسبيتال المستشفى, البريزن السجن, سيتر المسرح, ولا بيتش شاطئ, طبعا ده السجن البريزن. Number 3, the railway A goes from Tanta to Aswan. خط السكة الحديد بيصل ما بين طنطا لأسوان, من طنطا لأسوان. طيب يبقى عندي خط السكة الحديد اسمه the railway line. Number 4, my uncle, عمي, has a A in the garden and he uses it to water his plants. يعني هو عنده حنفية أو صنبور في الحديقة,
بتاعت منزله وبيسقي بيها الايه النباتات. طيب حنفيه يعني تاب. نمبر 5 on a day ريم gets up، يعني عايزين نقول في اليوم النموذجي او المثالي ريم بتستيقظ، goes to school بتذهب للمدرسه، and then وبعد كده helps her mother بتساعد مامتها in her shop في محلها. طيب اليوم المثالي او النموذجي اسمه a typical day. typical. number 6 مازن wants to play a game with me، نادر عايز يلعب معايا لعبه، يبقى wants to play. number 7 can I a your book this evening، هل يمكنني ان استعير كتابك في هذا المساء؟ يستعير يعني borrow، يستعير او يستلف. most people معظم الناس like to read بتحب تقرا. The A of famous people on Facebook بيحبوا يقرأوا الملف الشخصي بتاع الناس المشهورة على الفيسبوك. ملف شخصي يعني بروفايل. Number 9 two men في رجلين came at and is their father away from home، وأخذوا باباهم من البيت. Took their father away. Number 10 they A to a small house in a small village، يعني عايزين نقول هم انتقلوا او عزلوا لبيت صغير في قرية صغيرة. طيب يعزل او ينتقل اسمها، او عزل او انتقل اسمها moved. number 11 your homework is full، واجبك مليء بالاخطاء بالmistakes، do it again اعمله تاني please من فضلك، اسمها full of اللي هي number دي. طيب 12 there is a bakery، في مخبز is the end of this street، في مخبز في نهاية هذا الشارع، يبقى at the end of this street المخبز اسمه بيكرز او بيكري. في صفحة رقم 32 complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. علي وحسن، علي suggests، علي بيقترح going to a restaurant الذهاب لمطعم، فبيقول this is a nice restaurant ده مطعم لطيف، shall we eat here حسن، هل لنا ان ناكل هنا يا حسن؟ فحسن هيوافق، يبقى هيقول له ايه yes that's a good idea، نعم هذه فكرة جيدة، yes that's a good idea، فكرة جيدة. فقال له بعد كده جه الويتر الجرسون قال له good evening مساء الخير، سأل سؤال فقال له we would like to sit next to the window، احنا بنود ان احنا نجلس بجوار النافذة، يبقى هو هيقول لهم في اي مكان تودوا ان تجلسون، يعني يبقى where would you like to sit، where would تحبوا تقعدوا فين، يعني where would you like to sit، تحب تقعدوا فين؟ فقالوا بجوار النافذه. Are you ready to order؟ هل انتم جاهزون للطلب؟ فسأل سؤال حسن، رد عليه الجرسون قال yes we have got fish and we have got chicken with rice، يعني احنا عندنا سمك وعندنا دجاج ودجاج ورز بالرز. طب يبقى هو هيقول له ايه؟ هيقول له انتوا عندكم مثلا عندكم سمك النهارده، عندكم دجاج النهارده، ما فيش مشكله. هو هيقول له مثلا have you got any fish today؟ عندكم اي سمك النهارده؟ have you got any fish today؟ فقال له عندنا سمك وعندنا فراخ وقرص. طيب بعد كده هيقول بقى هو ايه عايز ياكل ايه، مثلا هو عايز مثلا سمك، فهيقول ايه we would like fish with rice please، would like مثلا fish we would like fish with rice please، عايزين سمك وارز من فضلك. بعد كده الويتر قال لهم would you like to have a drink، تحبوا تشربوا مشروب، مثلا يشربوا شاي او عصير. طب مثلا اقول له yes I'd like to have tea مثلا، ود ان انا اشرب شاي. في بيج 34 صفحه رقم 34 في exercises في تدريبات على lessons 3 and 4 الدرس الثالث والرابع. السؤال الأول read the following، اقرأ التالي. then answer the question، ثم أجب عن الأسئلة. the comprehension قطعة فهم وعليها أسئلة.
My name is رضوى. اسمي رضوى. I always get up at 6:30. أنا دايما بستيقظ الساعة 6:30. I usually have a shower. عادة أنا باخد shower before I get dressed. قبل ما أرتدي ملابسي. I have breakfast. أنا بتناول إفطاري with my family. مع أسرتي. My house is not far from my school. بيتي مش بعيد عن مدرستي. So I go to school. عشان كده أنا بروح المدرسة on foot. سيرا على الأقدام. I always arrive. أنا دايما بصل زير هناك before the bell rings. قبل ما الجرس يرن. At break في الفسحة. I have some sandwiches. أنا باكل بعض السندوتشات. And talk to my friends. وبتكلم مع أصدقائي. I play with them. بلعب معاهم. زم دي عايدة على الفريندز الأصدقاء. بلعب معاهم in the playground في الملعب. I come back home. بعود للبيت at about 2:00 في حوالي الساعة الثانية. I usually feel tired then. أنا عادة ببقى شعر بالتعب في الوقت ده. My parents, والدي always come from work. بيأتوا من العمل at about 3:00 في حوالي الساعة الثالثة. I like to help my mom. يعني أنا بحب أساعد مامتي make lunch في إعداد طعام الغداء. After lunch بعد الغداء I do my homework. بعمل واجبي. I usually go to bed at 9:00 وعادة بذهب للفراش في الساعة التاسعة. السؤال الأول put a suitable title to the text. ضع عنوانا مناسبا للنص. طبعا أنا عندي النص هنا بيتكلم عن يوم في حياة رضوى. يبقى هنقول إيه؟ A day in رضوى's life. ممكن نقول ايه رضوى's daily routine بردك صح؟ تمام؟ نظام رضوى الحياة اليومية. طب what does رضوى do at break؟ رضوى بتعمل ايه في الفسحة؟ هي قالت انها بتاكل سندوتشات وبتتكلم مع اصحابها وبتلعب معاهم في الملعب. طب تعالوا نجيب الكلام دوت من الفقرة كده. في السطر الثالث بتقول في الاخر at break في الفسحة I have some sandwiches and talk to my friends. I play with them in the playground. بلعب معاهم في الايه؟ في الملعب. دي رقم 2. الإجابة رقم 2. هي هنقول بقى فيها ايه؟ At break في الفسحة she has some sandwiches. بتتناول بعض الساندوتشز السندوتشات. And talks to her friends. وبتتكلم مع أصحابها. She plays with them. بتلعب معاهم in the playground في الملعب. Number 3. What do you think of رضوى؟ ايه رأيك في رضوى؟ طب مثلا هي متعاونة عشان بتساعد مامتها لما بترجع في إعداد طعام الغداء. فممكن نقول I think أعتقد. ما يقولك what do you think؟ جاوب I think أعتقد. I think she is helpful. هي متعاونة. Number 4. رضوى's house. بيت رضوى is a hair school. بيت رضوى قريب على ايه؟ على مدرستها. هي قالت not far. Not far دي يعني near. قريب. قالت مش بعيد يعني. Number 5. رضوى's parents. والدة رضوى come home at 8:00. بيرجعوا البيت at 3:00 في الساعة الثالثة. Number 6. The underlined word them. كلمة them refers to رضوى's ايه؟ احنا قلنا عندنا واحنا بنقرأ كده في كلمة تحتها خط. طالما جايب لك كلمة تحتها خط هيسألك عليها. واحنا بنقرا عرفنا ان زين دي عايده بتلعب معاهم يعني مع الفريندز الاصدقاء بتوعها عايده على الفريندز. نمبر 2 choose the correct answer. I felt ايه when I saw the accident. انا شعرت بشيء فظيع لما رايت الحادثه. طيب I felt terrible. طيب نمبر 2 او شعرت بحاله سيئه يعني. نمبر 2 the opposite acts of poor. عكس كلمه فقير is ايه؟ عكس فقير rich غني. Number 3 she was wearing a very dress. هي كانت لابسه فستان ايه جدا. All her friends liked it. كل اصحابها حبوا الايه الفستان دوت. يبقى الفستان كان بات سيء، كان اغلى قبيح، كان بور فقير ولا attractive جذاب. Attractive جذاب. Rami's house. بيت رامي is near a railway. بالقرب من خط سكه حديد. Railway line. Number 5 we turns to answer the questions in the class. يعني احنا بنتناوب الادوار في الاجابه عن الاسئله في الفصل. يتناوب الادوار اسمها take turns.
they put him هم وضعوه in a A فين because he did something wrong هو عمل شيء خطأ فهم حطوه في A حطوه في الميوزيوم في المتحف في كلاب في النادي في البريزن في السجن ولا في البيت السرير حطوه في البريزن في السجن الصفحة اللي بعد كده Mission Impossible is a great A film فيلم المهمة المستحيلة فيلم مغامرات رائع مغامرة يعني adventure Number 8 Are you enjoying your chocolate milk هل انت بتستمتع باللبن بشوكولاتة بتاعك يبقى نقول ايه Are you enjoying طبعا بعد I am و is و are بيجي فعل في ايه ing طب Number 9 Ayman never a he has a very bad voice هو عنده صوت سيء جدا مش هيغني يعني ايمن ما بيغنيش ابدا يبقى هنقول ايه سينجس ما بيغنيش never sings لان صوته سيء number 10 how is they learn english so fast يعني ازاي هم اتعلموا انجليزي بسرعه كده يعني بالسرعه دي جدا يعني يبقى how did they learn english ازاي اتعلموا انجليزي so fast بسرعه جدا Complete the sentences سؤال الجرامر every day كل يوم مدام ملاقي every day دي يبقى مضارع بسيط على طول كل يوم she walk to school with her brother بتمشي هي المدرسة مع أخوها يبقى مع هي وشي بحط اس في الفعل يبقى she walks هي بتمشي مع أخوها للمدرسة Number two they not want to go to the party يعني هما مش عايزين يعني يروحوا الحفلة يبقى they don't want مش عايزين لا يريدون Number 3 when I can take a break يعني امتى اقدر اخد فتره استراحه يبقى هنقول ايه هنا بقى طبعا بعد اداه الاستفهام المفروض بجيب الفعل المساعد وبعدين الفعل يبقى هعمل عمليه تبديل يبقى اقول ايه when can I take a break can I Number 4 a you are going to have a party يعني هل انت سوف تقيم حفله طبعا هنا ده سؤال لازم في السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد لازم ابدا بالفعل المساعد وبعديه الفاعل برضك هعمل عمليه تبديل يبقى نقول ايه ار يو طبعا هكتب الاي كابيتال عشان في اول الكلام ار يو جوينج تو هاف ا بارتي هل انت سوف تقيم حفله نمبر 4 رايت ا باراجراف اكتب فقره انشائيه عن يور تيبيكال داي سكول داي يعني يومك المدرسي النموذجي تمام اقول ايه المعتاد يعني طيب انا عندي كاتبه كل الايميلات والباراجرافات بتاعتي الوحده دي موجوده في فيديو هسيب لكم زي ما قلت لكم اللينك في ايه في اول تعليق بعد كده في تدريبات على lessons 5 and 6 الدرس الخامس والسادس page 43 صفحه رقم 43 I have a or an a in my room عندي ايه في غرفتي Where I can حيث أستطيع wash my face أغسل وجهي before I go to bed قبل الذهاب للسرير أو للفراش قبل ما أنام بغسل وشي في إيه؟ في الويندو في الشباك في البيد السرير الأرم تشير الكرسي ذو مسندين ولا في البيسن في حوض عندي في غرفتي بغسل في وشي قبل ما أنام حوض يعني بيسن Number two, we usually keep our clothes. إحنا عادة بنحتفظ بالملابس بتاعتنا بنحفظ الملابس بتاعتنا our clothes in a في a في طبعا في دولاب الملابس دولاب الملابس اسمه wardrobe. Number three, when I open لما أفتح the space in my room there is a lot of sunlight. لما أفتح a في غرفتي بيبقى فيه كثير من الضوء. لما أفتح a ال curtains الستائر. There is a brown A on the floor of the living room. يعني في على الأرضية بتاعة غرفة المعيشة brown A. Brown هي كاربت سجادة لونها بني. كاربت يعني سجادة. Number 5. If you look at A, you will see yourself. هتشوف نفسك لما تبص فيها. طبعا دي اسمها إيه؟ المرآة. مرآة يعني mirror. Number 6 A gives us light اللي بيعطينا الضوء المصابيح مصابيح يعني lamps Number 7 I put my books انا وضعت كتبي on the A بحط كتبي في الايه في البوك شيلف في رف الكتب In my bedroom في غرفة نومي I have a wardrobe انا عندي دولاب ملابس with a mirror في مرآة the front يعني في المقدمة اسمها on the front Come تعالى and sit on wall this على ايه
four people can sit on it. في أربع أشخاص ممكن يقعد عليها. تعال اقعد على الإيه؟ على الصوفة، على الكنبة دي. أربع أشخاص ممكن إيه يجلسوا عليها. There are on my bed. في إيه على سريري؟ في وسائد أو مخدات. وسائد يعني cushions. There is a gray in my bedroom. I sit on it to read books. حاجة لونها رمادي، أنا بقعد عليها بقرأ الكتب. هقرا الكتب على ايه وانا قاعد على ايه؟ على الواردروب، الدولاب بتاع الملابس، ولا الكابورد الدولاب، ولا الارم تشير الكرسي ذو مسندين، ولا الميرور المرآة طبعا على الايه الارم تشير كرسي بالدراعين بمسندين بقعد واقرا الكتب عليه. نمبر 12 I am writing a reply to my friend. انا بكتب رد لصديق، رد على جواب صديقي بعت لي جواب برد له عليه. تمام، يبقى ايه I am writing a reply بكتب رد to my friend لصديقي. البيج 44 صفحة رقم 44. The floor الأرضية is covered with a مغطى بإيه؟ الأرضية مغطى بسجادة، سجادة يعني carpet. He puts his toys بيضع ألعابه in a big chest of في خزانة، خزانة ذات أدراج chest of drawers. Number 3 students الطلبة should English every day to be good at it. الطلبة ينبغي عليهم هم يتدربوا على اللغة الإنجليزية كل يوم عشان يبقوا جيدين فيها. يتدرب يعني practice. There is always a when she opens the windows. دايما بيبقى فيه ضوء شمس لما بيفتحوا لما بتفتح الشبابيك، يبقى ضوء الشمس اسمه sunlight. The curtains الستائر the painting and the bed يعني عايزين نقول الستائر متماشية مع الدهان والسرير. They are the same color هم ليهم نفس اللون يتماشى مع اسمه match. Number 6 I would love to look at my bedroom window يعني أود أن أنا أنظر من نافذة غرفة النوم. طب ينظر خارج النافذة يعني اسمها look out of، ابص بره الشباك كده ابص اشوف المنظر اللي بره الشباك اسمها look out of. طيب بعد كده عندي I usually get up early انا عادة بستيقظ مبكرة and help my mother وبساعد مامتي hair shopping يعني بساعد مامتي في في اعمال التسوق بتاعتها. يساعد اسمها help with يساعد في. Number 8 I have a in London I send him emails in English. انا عندي ايه في لندن ببعت له ايميلات باللغه الانجليزيه، يبقى عندي صديق بالمراسله بن فريد. Number 9 my mother keeps her clothes ماما بتضع ملابسها in a big في big wardrobe في دولاب ملابس كبير. I didn't hear my best friend last month يعني انا ما سمعتش حاجه عن صديقي المفضل من الشهر اللي فات. يسمع عن او يسمع اخبار عن اسمها hear from. I love a photos of the birds انا بحب التقط صور للطيور اسمها taking photos التقط صور فوتوغرافيه. I am my school and I have many friends there يعني انا بستمتع بالمدرسه وعندي اصدقاء كتير هناك، يبقى I enjoy انا بستمتع بالمدرسه. نروح لبيج 45 صفحة رقم 45 في exercises تدريبات على lessons 5 and 6 الدرس الخامس والسادس. complete the following dialogue أكمل المحادثة التالية. جانا is telling جودي، جانا بتخبر جودي about her bedroom عن غرفة نومها. بتقول لها do you live in a house هو أنت بتعيشي في منزل؟ قالت لها حاجة وقالت لها I live in a house أنا بعيش في منزل with a large garden ذو حديقة إيه واسعة. يبقى هي بتعيش في منزل فهد. السؤال بدو يا جماعة وهي بتعيش في منزل فهتقول لها ايه يا سيدو ايوه بعيش في منزل يس اي دو ايوه انا بعيش في منزل ذو حديقه واسعه. فقالت لها فانتاستيك يعني مدهش. سالتها سؤال فقالت لها وي هاف جوت 3 رومز لدينا ثلاثه غرف. يبقى هي سالتها كم عدد الغرف اللي لديكم؟ تمام كده هنسال عن كم عدد بي هاو ميني هاو هنسال عن كم عدد هاو ميني هاو ميني بعد هاو ميني يجي الحاجه اللي انا بسال عليها في صيغه الجمع. يبقى هاو ميني رومز كم عدد الغرف هاف يو جوت
قالت عندنا 3 غرف. Have you got a bedroom of your own؟ وانت عندك غرفة نوم خاصة بيكي؟ فقالت ايه؟ I share a room with my sister، يعني انا بتشارك غرفة مع اختي. يبقى معنى كده ان هي مش عندها غرفة مستقلة بيها لوحدها، لا في غرفة ليها هي واختها. يبقى بتقولها وانت عندك اوضة لوحدك؟ فهتقول no I haven't. مش السؤال بهاب وعايزة انفي، اقول ايه في الاجابة؟ no I haven't، لا ما عنديش اوضة ليا لوحدي، ده انا عندي اوضة بشاركها مع ايه؟ مع اختي. no I haven't. طيب بعد كده سألتها سؤال فقالت لها I like my bedroom، انا بحب غرفة نومي. because it has a big window، عشان فيها شباك كبير. and a wardrobe ودولاب. مادام في because في الاجابة يبقى السؤال كان because يعني بسبب، يبقى كانت بتسأل بايه؟ why. why يعني لماذا. يبقى تقول لها هو انت ليه بتحبي غرفة نومك؟ والكلام في المضارع، فهجيب بعد why ايه؟ do، عشان بكلمك انت you. يبقى اقول why do you like your bedroom، بتحب ليه غرفة نومك؟ فقالت عشان فيها شباك كبير ودولاب. are there any curtains in your room، هل يوجد اي ستائر في غرفة نومك؟ ممكن تقول yes there are، ايوه فيه. ممكن تقول no there aren't، لا مفيش. مثلا نقول yes there are، نعم يوجد. yes there are يعني نعم يوجد. number 2 choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. A is a piece of furniture، قطعة من الأساس. where you can put your clothes، حيث يمكنك أن تضع ملابسك. طبعا دوت الواردروب اللي هو دولاب الملابس. every bathroom، كل حمام should have a to wash in it، يعني كل حمام ينبغي أن هو يكون فيه بيسن حوض عشان نغسل ايه؟ to wash in it، نغسل ايه؟ نغسل ايدينا فيه، نغسل وشنا. تمام. طيب we put ايه on the windows to keep the light out، بنحط ايه خلف الشبابيك عشان نحتفظ بالضوء خارج الغرفة، يعني بنحط ستاير. ستاير يعني curtains. number 4 الفيوم is a large city، الفيوم مدينة كبيرة. with beautiful nature reserves، وفيها محميات طبيعية قريبة منها. nearby، nearby يعني بالقرب منها. I am happy، أنا سعيد. to have a pen friend، إن أنا عندي صديق بالمراسلة. because I am able to my English، عشان أنا بستطيع إن أنا أتدرب على الإنجليزي بتاعي، أحسن الإنجليزي بتاعي. طب يتدرب يعني practice. I dressed before I have breakfast with my family، أنا برتدي ملابسي قبل ما أتناول طعام الإفطار مع أسرتي. اسمها I get dressed، ارتدي ملابس. the color of the curtains، اللون بتاع الستاير. ايه the carpet، بيتماشى مع الايه؟ مع السجادة. طيب يتماشى مع اسمها matches. الصفحة اللي بعد كده all children، كل الاطفال. football on holidays، كل الاطفال عادة بيلعبوا كرة قدم في الاجازات. يبقى نقول ايه؟ usually play، عادة بيلعبوا. طبعا انا بجيب الفعل الاساسي زي play بعد ظرف التكرار زي usually. I visit my grandparents on Sunday afternoons، يعني انا دايما بزور اجدادي يوم الحد بعد الظهر، كل يوم حد بعد الظهر بزور اجدادي. يبقى I always، انا دائما. you live in a large house، هل انت بتعيش في منزل كبير؟ يبقى نقول do you live، هل تعيش. number 3 complete the sentences، سؤال الجرامر. I always go to school on foot، it's too far، طيب المدرسة بعيدة، هروحها سيرا على الأقدام؟ لا، هقول مش بروحها أبدا سيرا على الأقدام. يبقى بدل always أقول never، أبدا. سلمى sometimes watch basketball matches، يعني بنقول سلمى أحيانا بتشاهد مباريات كرة السلة. يبقى هنقول سلمى watches، احنا قلنا بنضيف اس او اي اس او اي اس في ايه؟ في نهاية الفعل في المضارع البسيط مع همشو ايد او اي اسم شخص. طب كلمة watch بتنتهي بسي اتش، لما الفعل بينتهي بسي اتش وعايز اتكلم عن هي او شيء او ات، فبحط في اخره اي اس في المضارع البسيط. number 3 ايه why do you live، قالك in بنها، ليه انت بتعيش؟ فقالك في بنها، لا انت كده بتسأل على المكان اين تسكن او تعيش، فهيقول في بنها. اين يعني where، بدل why
اكتب وير. وطبعا عندك هنا في الجزء بتاع تكوين السؤال اللي هو تحت الجرامر على طول بتاع المضارع البسيط في ادوات الاستفهام، احفظوها كويس يا ولد. طيب نمبر 4، ايه داز ماي ات سكول يسترداي؟ هل كانت ماي بالامس في المدرسه؟ كان، تمام كده، للمفرد يعني واز. نمبر 4، رايت ان ايميل، اكتب ايميل اوف 90 ووردز، 90 كلمه، تو يور فريند احمد، لصديقك احمد، تو تيل هيم اباوت، عشان تخبره عن يور بيدروم، غرفه نومك، ده الموضوع السبجكت بتاع الايميل. يور نيم تامر، اسمك تامر، اند يور ايميل ادرس، وعنوان بريدك الالكتروني stamer@student.com. يور فريند ايميل ادرس، وعنوان صديقك الالكتروني از احمد@student.com. الايميل دوت انا حلاه في الفيديو اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق. في بيج 48 في صفحه رقم 48 في التدريب الشامل على الوحده الاولى، اول سؤال listen and choose the correct answer، استمع ويختار الاجابه الصحيحه. طبعا اول سؤال بيجي عندي في الامتحان سؤال استماع، بيقولوا لنا فقره وبعد كده بيسالونا عليها اسئله. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئله. My name is Li Chang، اسمي Li Chang، I'm from China، انا من الصين. I live with my parents، انا بعيش مع والدي. I share a room، انا بتشارك غرفه. With my sister، مع اختي. We all get up early، كلنا بنستيقظ مبكرين. I have my dinner، انا بتناول طعام العشاء. At 10 p.m، في العاشرة مساء. After dinner، بعد العشاء. I go to bed، بذهب للفراش. Number 1، where is Li Chang from؟ هو Li Chang منين؟ هو من تشاينا، من الصين. What does Li Chang do after dinner؟ بعد العشاء بيعمل ايه؟ بيذهب للفراش، go to bed. Number 3، does Li Chang have a room for herself؟ Li Chang دي يا جماعة بنت، تمام؟ بنت صينية. طيب احنا طبعا الاسم Li Chang يعني، فمش باين بنت أو ولد، أسماء صينية، فهو البنت هنا قال لك herself لنفسها، فطبعا إيه؟ سوري يا Li Chang، هي إيه؟ a girl، هي بنت. هل Li Chang عندها غرفة خاصة بيها؟ فهي قالت نو، لا مش عندي غرفة خاصة بي، نو. Li Chang إيه؟ a girl. طب what time does Li Chang have her dinner؟ في اي وقت Li Chang بتتناول طعام العشاء بتاعها؟ قالت ان انا بتناول طعام العشاء الساعة 10، يبقى at 10 p.m. Number 2، complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. تاني سؤال عندنا في الامتحان بيبقى سؤال المحادثة. ندى is asking علا، ندى تسأل علا about her interests، عن اهتماماتها، فبتقولها what are you interested in، انت مهتمه بايه؟ ردت عليها بعدين سالتها سؤال فقالت لها I enjoy reading at the library، انا بستمتع بالقراءه في المكتبه. فواضح انها بتستمتع بالايه؟ بالقراءه، هوايتها القراءه، مهتمه بيها يعني. يبقى what are you interested in، مهتمه بايه؟ فهتقول انا مهتمه بالقراءه، I am interested in، انا مهتمة بـ reading، القراءة. سألتها سؤال فقالت لها انا بستمتع بالقراءة في الايه؟ في المكتبة. يبقى هتقولها انت بتستمتع بالقراءة فين؟ يبقى where do you enjoy reading، بتستمتع بالقراءة فين؟ فقالت في المكتبة. سألتها سؤال تاني فقالت لها this book is about the history of Egypt، يعني الكتاب ده عن تاريخ مصر. هي شايفة في ايديها كتاب، فهتقول لها إيه هو الكتاب ده عن ايه؟ What is this book about؟ الكتاب ده عن ايه؟ What is this book about؟ بعد كده قالت لها do you like history؟ انت بتحبي التاريخ؟ فهتقول ايه؟ Yes I do. طيب بقينا واي اوكي. طيب كان اي بورو ذيس بوك بليز، ممكن استعير الكتاب ده من فضلك؟ فهتقول ايه؟ يس اوف كورس، ايوه طبعا، يس شور، صح برضو، يس اوف كورس. الصفحه اللي بعد كده 49 في كومبرهنشن، في قطع فهم وعليها اسئله. ماي نيم از جودي، اسمي جودي. اي هاف ا بن فريند، عندي صديقه بالمراسله. فروم انجلاند، من انجلترا. Her name is Rebecca، اسمها Rebecca. I am from الفيوم، أنا من الفيوم.
It's a large city. إنها مدينة كبيرة. دي عايدة على الفيوم. إنها مدينة كبيرة with beautiful nature reserves وفيها محميات طبيعية جميلة nearby بالقرب منها. I live with my parents. أنا بعيش مع والداي and my brother وأخويا in a flat في شقة. My grandparents أجدادي live in a flat downstairs. بيعيشوا في شقة في الطابق السفلي. On Saturdays في أيام السبت I usually get up early عادة بستيقظ مبكرة and help my grandmother وبساعد جدتي with her shopping في أعمال التسوق بتاعتها. Then بعد ذلك I read or do my homework بقرأ أو بقوم بعمل واجبي المنزلي. In the afternoon بعد الظهر I visit my friends بزور أصدقائي or play computer games أو بلعب ألعاب كمبيوتر with my brothers مع إخواتي. My favorite subjects مواد الدراسية المفضلة are math and English هي الرياضيات واللغة الإنجليزية. I am happy to have a best friend أنا سعيدة إن عندي صديقة بالمراسلة because I am able to practice my English عشان كده أنا قادرة على التدريب على اللغة الإنجليزية بتاعتي. Number one, what's the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية للفقرة. الفقرة دي بتتكلم عن بنت اسمها جودي وأسرتها وهواياتها واهتماماتها. بنقول إيه؟ It's about جودي. الفقرة عن جودي. Her family. جودي وأسرتها. Hobbies هواياتها. And interests واهتماماتها. Interests يعني اهتمامات. تمام؟ طيب بعد كده where do her grandparents live؟ بيعيشوا فين أجدادها؟ أجدادها بيعيشوا في شقة في الطابق السفلي. يبقى in a flat. طبعا الكلام ده موجود في السطر التالي. تمام؟ in a flat. Flat downstairs. الشقة في الطابق السفلي. طب do you think هل بتعتقد it's a good idea انها فكرة جيدة to have been friends ان يبقى عندك اصدقاء بالمراسلة why؟ انت بقى حسب رأيك لو شايفها كويسة تقول ليه لو مش كويسة تقول ليه. طب انا شايفة ان ده شيء كويس هتقول yes I think it's a good idea نعم اعتقد انها فكرة جيدة because it allows عشان بتسمح people للناس to practice ان هما يتدربوا different languages على لغات مختلفة. Number four, the underlined pronoun. الضمير اللي تحته خط it refer to. احنا قلنا هو بيتكلم بيقول انا من الفيوم وهي مدينة كبيرة. الكلام ده في السطر التالي. يبقى it دي بتشير للفيوم. Number D. يبقى رقم 4 D. Okay. الفيوم. Number five, the underlined word. الكلمة اللي تحته خط grandparents. اجداد. Means. معناها ايه؟ معناها grandfather and grandmother. الجد والجدة. طيب بعد كده عندنا number 6 she plays computer games هي بتلعب ألعاب كمبيوتر with her A مع أخوها مع her brother. Number 4 choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. My new house بيتي الجديد is really A we all love it كلنا بنحب البيت الجديد يبقى البيت ده attractive جذاب. طيب بعد كده my A routine is the same every day my daily routine يعني نظام حياتي اليومي هو كل يوم. طيب متشابه كل يوم. Number 3 children like to go to parks الأطفال بتحب تذهب للحدائق العامة to a fun عشان تمرح to have fun. The last page today آخر صفحة معانا النهاردة page 50 صفحة رقم 50. Number 4 we have a nearby A its water is very clean المياه بتاعتها نظيفة جدا. عندنا ايه قريب مننا؟ عندنا حنفية قريبة مننا. حنفية يعني التاج. Number 5 when a person does something wrong لما الشخص بيعمل شيء خطأ he goes to the بيروح فين؟ بيروح للبريزن للسجن. Number 6 he watches football matches هو بيشاهد مباريات كرة القدم on an internet website في موقع من مواقع الانترنت بتفرج على مباريات كرة القدم. Website يعني موقع الكتروني. Number 7 I really is that film it was exciting انا بجد استمتعت بالفيلم ده كان exciting يعني مثير. Enjoyed استمتعت. Number 8 students الطلبة in classes during the break
الطلبة مش بيقعدوا أبدا في الفصول أثناء الفسحة، يبقى نقول never stay. Number 9. I listen to music on my way to school. I don't like music. أنا ما بستمعش مش بحب الموسيقى، فما بستمعش أبدا للموسيقى في طريقي للمدرسة. يبقى I never ما بسمعش أبدا موسيقى وأنا في طريقي للمدرسة عشان أنا ما بحبش الموسيقى. Number 10. إيه didn't you come to school yesterday؟ لماذا لم تأتي للمدرسة بالأمس؟ لماذا يعني why؟ Number 5. Complete the sentences. أكمل الجمل. سؤال الجرامر. My sister A isn't help in the kitchen. يعني أختي مش بتساعد في المطبخ. يبقى doesn't help. كلام في المضارع البسيط. Number 2. Nada doesn't get usually up before 7. Nada عادة مش بتستيقظ قبل الساعة 7. يبقى هجيب الفعل الأساسي بعد ظرف التكرار، هعمل عملية تبديل، يبقى أقول usually get. Number 3. Do you study Arabic yesterday? فقال لك no I didn't. هل انت ذكرت عربي بالأمس؟ فقال لا ما ذكرتش. طبعا هنا no I didn't، الإجابة فيها didn't والكلام في الماضي، يبقى هسأل مش بدو، هسأل بديد. Number 4. Why he shouted at you yesterday؟ ليه هو كان بيزعق فيك امبارح؟ why والكلام في الماضي، طبعا yesterday بعد why هجيب فعل مساعد، هجيب فعل مساعد did عشان الكلام في الماضي. يبقى why did he shout؟ لماذا هو كان بيصيح او بيزعق فيك ايه بالامس؟ did he shout. Number 6. Write a paragraph، اكتب فقرة انشائية of 90 words، من 90 كلمة عن your family house، يعني منزل عائلتك. طبعا انا عندي بحل في كراسة اجابة، فبجيب العنوان بتاع الباراجراف بكتبه في اعلى صفحة فاضية، وطبعا بحول your deal my، هخليها my عشان اقول my family house، منزل اسرتي. كل الباراجرافات والايميلات بتاعة الوحدة دي انا عاملها فيديو لوحدها، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في اول تعليقه في صندوق الوصف. درسنا النهاردة انتهى، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.